ماذا يفعل؟ أخاله يفعل مثل الكهنة الذين يفتنون بنيران المعبد. إنه يصلي. يصلي؟ لكنني لا أرى صنما. أي صلاة هذه؟ إذا انحنى ثم وقف ثم عفر وجهه بالتراب، فسأقول لك أي صلاة هي. يا للغرابة، لقد فعل مثل ما قلت أنت. ترى إلى أي آلهة يصلي؟ إذا أخبرتك عن الدين الذي يعتنقه هذا الرجل، فهل تعدني لئلا تضرب عنقه؟ وكأني بهذا الرجل الذي أمامي من أتباع ذلك العربي الأمي الذي تطاول على إلهنا خسرو المبجل العظيم. إن نبي هذا الرجل يزدر الأصنام والأوثان، لكنه أيضا يسفه الأعرب الذين يئيدون بناتهم. ألم تكن تهزأ قبل قليل من العرب الذين يسجدون لأصنام صنعوها بأيديهم؟ نعم، وما أسفههم حين يأكلونها حتى آخرها ثم يدفعونها قذارة في المزبلة والمرخاض. السلام عليكم. السلام عليكم. لما لا تنفضون عن أنفسكم غبار السفر؟